يشهد القطاع الزراعي في الوقت الحاضر قدراً كبيراً من الإهدار إثر الاعتقاد بضرورة رش كل نبتة داخل الحقل، في حين يذهب 95% من المادة المرشوشة سداً فعلياً. لكن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانية رش الكمية المناسبة من الأسمدة بدقة في المكان والوقت الصحيحين، كما يقدم فرصة لتحسين أداء الحقل للحد الأقصى، وكذلك الحد من التلوث بطريقة لا يمكن للبشر تحقيقها بمفردهم. أصبحت المكافحة المستدامة بيئياً للحشائش أكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى. لاحظ الباحثون أن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد تكاثر أنواع معينة من الحشائش التي تزاحم المحاصيل على العناصر الغذائية، مما يشكل خطراً كبيراً على الأمن الغذائي. مع ذلك، كل رشة من المواد الكيميائية لها تكلفة بيئية، وهذا ما دفع الشركات الناشئة مثل Precision AI لأن تسعى لاستحداث نهج جديد. لم تتغير طريقة زراعة محاصيلنا كثيراً خلال القرن الماضي، وإن كنت من أصحاب المزارع الكبيرة فعليك اقتناء معدات كبيرة ومكلفة تعرف بمضخات الرش الزراعية، التي تصل كلفتها إلى أكثر من مليون دولار عندما تكون مزودة بأحدث التقنيات، ولكنها تستخدم لبضعة أسابيع خلال العام فحسب. يهدر ما يناهز 80% من المواد الكيميائية على التربة بلا أي فائدة، فيما يجد ما بين 10-15% من المواد طريقه إلى المحصول، وهذا بالتأكيد يخالف المطلوب. تشكل الحشائش مجرد 5% من الحقل بشكل عام، لذا رأينا فرصة كبيرة حقاً لإدخال تقنيات متقدمة في القطاع من أجل الزراعة بطريقة أكثر ذكاءً من أي وقت مضى. Precision AI هي شركة تركز على الذكاء الاصطناعي، وتستخدم طائرات مسيرة مجهزة بالذكاء الاصطناعي للمسح الميداني في الوقت الفعلي، وكذلك تحديد أنواع النباتات داخل المزرعة، ونشر المواد الكيميائية بدقة مستهدفة الحشائش الضارة حصراً. يوفر هذا النهج المبتكر نحو 95% من المواد الكيميائية مقارنة بطرق الزراعة التقليدية. هدفنا هو تقديم الرش على شكل خدمة في القطاع الفلاحي، بحيث يمكن لشخص معين أن يأتي بشاحنة محملة بمجموعة من الطائرات المسيرة لتحلق وترش المزرعة بتكلفة معينة لكل فدان، دون أن يضطر صاحبها إلى امتلاك معدات ضخمة للرش بنفسه. وبذلك نقدم للمزارعين عرض قيمة من شأنه تخفيض قدر الأموال التي ينفقونها على المبيدات الحشرية سنوياً بنسبة 80-90% تقريباً. اكتسب مفهوم الزراعة الدقيقة زخماً كبيراً منذ سنوات، وتقدر شركة الاستشارات ماركتس أند ماركتس أن يتوسع المجال إلى سوق تناهز قيمتها 16 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن الامتثال للقواعد التنظيمية الدولية وإثبات فاعلية التكنولوجيا على نطاق واسع يظل تحدياً كبيراً. في الوقت الحاضر، تشترط القوانين وجود مشغلين بشر في الموقع، وهذا يستلزم إنشاء شبكات من مشغلي الطائرات المسيرة لإطلاقها، وتوسيع هذه الشبكات عملية تستغرق وقتاً طويلاً أيضاً. لدى كثيرين بعض المخاوف حيال أتمتة الزراعة، سواء بالاعتماد على الطائرات المسيرة أو الجرارات ذاتية القيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الاستغناء عن المزارعين. لكن قطاع الزراعة يواجه تحدياً كبيراً بسبب النقص في عدد المزارعين أصلاً، ويمثل هذا النقص عقبة أمام تحقيق المزارع أقصى إنتاجية لها. هذا بدوره يحد قدرة النظام البيئي على إنتاج غذاء بكميات أكبر غالباً. إذا تصورنا المستقبل بعد 20 عاماً من الآن، فكيف سيكون شكل المزارع؟ أعتقد أن كل مزرعة سيكون بها طائرات مسيرة مثلما تمتلك الجرارات اليوم. المستثمرون متحمسون لهذه التكنولوجيا لأنها ستحدث تغييراً جذرياً في قطاع بحاجة إلى التغيير، وتوفر هذه التكنولوجيا فرصة لتحقيق تأثير بيئي إيجابي أيضاً. كذلك سيساهم تقليل كمية المبيدات الحشرية المستخدمة في الحقول في تعزيز التنوع البيولوجي وتقليل تلوث التربة، إذ إن صحة التربة ذات أهمية قصوى لمستقبل أنظمتنا الخاصة بإنتاج الغذاء.